أهلا بكم. لماذا يقتل المتظاهرون السلميون بدم بارد في العراق ولا من محاسبة ومحاكمة لقتلتهم رغم وجود أدلة الإدانة؟ معهد واشنطن للدراسات وصف كل ما يجري في العراق من جرائم أن سببه هو القضاء، فالقضاء قدرته ضعيفة ويميل دائما لصالح الميليشيات. اغتيال الناشط إيهاب الوزني أجج مشاعر الثوار للمطالبة بدماء المتظاهرين الذين قتلوا أمام أنظار العالم، بينما أسرة إيهاب الوزني لا زالت تطالب بالكشف عن قتلة ابنها ومحاسبتهم، متهمة القيادي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح الذي هدد ابنهم بالتصفية الجسدية عدة مرات والذي أطلق سراحه بعد اعتقاله بأيام لعدم كفاية الأدلة وفقا لمصادر حكومية، مع أن الدلائل والشهادات تثبت تورط قاسم مصلح بعملية الاغتيال. نتساءل في هذه الحلقة، هل حكومة الكاظمي متواطئة أم متورطة مع قتلة المتظاهرين؟ ما موقف المنظمات الدولية والإنسانية من استمرار جرائم قتل المتظاهرين في العراق وما توصيفها من منظور القانون الدولي؟ نشاهد بداية هذا التقرير، كونوا معنا. منذ انطلاقة ثورة تشرين في 2019 لم تدخر القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران جهدا في مطاردة ثوار تشرين بالقمع والخطف والاعتقال والقتل، لا لشيء سوى أنهم صدحوا بصوت الحق عاليا مطالبين بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية ومحاسبة الأحزاب الفاسدة. الاغتيالات التي تستهدف المتظاهرين والناشطين تزداد وتيرتها، ولا يزال يقابلها صمت حكومي مطبق ووعود رسمية بفتح تحقيقات جديدة، بينما لا يزال مصير السابقة منها غامضاً. تلك الملاحقات التي حصدت مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلاً عن المعتقلين والمختطفين في مشهد مليء بالانتهاكات التي يندى لها جبين البشرية، ما جعل العراق يخسر مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيه، ولا سيما التي ظهرت أمام الرأي العام بشكل فاضح وكبير في أحداث التظاهرات الأخيرة بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق. أنا عراقية ترى، عراقية ونحمي العراقيات، أنا في هبيت، أنا مو جبانة ولا إيرانية ولا أجنبية، أنا عراقية وأريد حق من جوال ده، أريد حق وحق ابني، أريد دم ابني. اغتيال الناشط إيهاب الوزني أجج مشاعر الثوار للمطالبة بدماء المتظاهرين الذين قتلوا أمام أنظار العالم كله وتفرقت دماؤهم بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران أو فرق الموت التي تجتاز حواجز التفتيش بسهولة لتنفذ عمليات الاغتيال. أسرة الوزني لا زالت تطالب بالكشف عن قتلة ابنها ومحاسبتهم، متهمة القيادية في ميليشيا الحشد قاسم مصلح الذي هدد ابنهم بالتصفية الجسدية عدة مرات بحسب والدة وشقيق الوزني، بينما أطلق سراح قاسم مصلح بعد اعتقاله بأيام لعدم كفاية الأدلة وفقا لمصادر حكومية، مع أن الدلائل والشهادات تثبت تورطه بعملية الاغتيال، في إشارة واضحة على تواطؤ الحكومة وعدم قدرتها على محاسبة الميليشيات أو السيطرة عليها. معهد واشنطن للدراسات وصف القضاء العراقي بالحلقة الضعيفة في قدرة الدولة على حماية الشعب ومحاسبة الجناه، مبيناً أنه معرض للمكائد السياسية والتهديدات لإصدار أحكام لصالح الميليشيات، وأن الإفراج عن القيادي الميليشياوي قاسم مصلح يؤكد أن القضاء يحتاج إلى إصلاحات عاجلة. الحكومة الحالية التي تتبجح ليل نهار بالقضاء على الإرهاب وملاحقة أفراده لم تتمخض تحقيقاتها في قتل واغتيال المتظاهرين والناشطين عن شيء، لتنتهي جميعها من غير محاسبة أو محاكمة لقتلة المتظاهرين. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، وأرحب بالأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب من عمان. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك. وأيضا بالأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية تنضم معي من عمان عبر الهاتف. أستاذة إيناس مرحبا بك. مرحبا بكم ومساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك. أبدأ معك دكتور جاسم، يعني لماذا يعني لا يحاسب قتلة المتظاهرين؟ أين العلة؟ هل العلة في القضاء؟ هل القاتل يعني لا يمكن محاسبته؟ هل القاتل مجهول مع توفر الأدلة؟ يعني حقيقة هذا السؤال يطرح منذ عام 2003 ولحد اليوم. نعم. السؤال كبير والإجابة عنه بسيطة جدا. القوى الشريرة هي التي تقتل العراقيين، سواء كانت من الأجانب أم من العراقيين. هذه القوى الشريرة هنالك يعني مواد دستورية قانونية عراقية واضحة تجرم هؤلاء، ويمكن أن تحكمهم بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد، لكن أين هو التنفيذ؟ نحن حينما نتحدث عن القتل نتحدث بالمقابل عن حياة. من يقتل إنسان يدمر حياة. وأنواع القتل كثيرة اليوم في بلادنا، هنالك قتل حقيقي مادي والذي يعني يتمثل بالتصفيات الجسدية، وهنالك قتل معنوي والذي يتمثل بالتخوين وغير ذلك من الاتهامات الباطلة التي تلاحق كل من لا يطبل للحالة السلبية القائمة في العراق. إذن القضية معقدة وبحاجة إلى وعي شعبي، طالما رددنا أنه هو المحور الحقيقي في الاقتصاص من الجنات. حينما نتكلم عن القتل في العراق نحن نتحدث عن ملايين عراقيين قتلوا، هنالك إحصائيات تشير إلى 1,350,000 عراقي قتلوا، هنالك إحصائيات تقول 2,250,000 عراقي قتلوا، هنالك إحصائيات تقول 600,000 عراقي قتلوا. نحن حتى لو تحدثنا عن إنسان واحد هي جريمة، سواء كان المقتول مليون أو واحد. القضية قضية حالة من القبول بالقتل، القبول بالظلم. من الذي يقبل؟ هذا هو السؤال المهم. التطور الكبير في الحالة العراقية هي حالة هذه الإمرأة الشجاعة التي لم نرى مثلها في العراق بعد عام 2003. نعم. هي أم إيهاب الوزني. هذه هي إمرأة واحدة قتل لها ابن واحد، قلبت الدنيا ولم تقعدها حتى الآن في كربلاء وفي كل العراق وفي كل عالم. تخيل معي حينما يأتي ومن يقول أن في العراق مليون مغيب، أين عوائل مليون مغيب؟ هذا الأمر يعني هنالك قبول بأن فرعون استخف قومه فأطاعوه. القضية قضية ركون وقبول وخنوع وخضوع للخراب ثم نقول نحن ظلمنا. لا، نحن الذين ظلمنا أنفسنا. الحقيقة نحن بحاجة، بعيدا عن التحليل السياسي وهذا الكلام، هذا الكلام ما عاد يجدي نفع أستاذ سمير، يعني أنا يعني أتكلم عن معاناة شعب. اليوم نحن بحاجة إلى أن نفهم هل نحن كعراقيين على قيد الحياة أم نحن أموات نسير على الأرض. هذه الحقيقة. امرأة واحدة تجاوزت 70 من العام، وأنا بالأمس حذرت من احتمال اغتيالها لأنها قلبت الحالة القائمة في كربلاء وفي عموم العراق وحتى في الإعلام الأجنبي. إذن القضية كيف نكون يعني تكون أم إيهاب الوزني قدوة لنا؟ القضية نحن بحاجة إلى موديل، إلى قدوة. هذا القدوة أظن اليوم موجود، وبالتالي ينبغي علينا كعراقيين أن نتكاتف. اليوم قتل فرد من العائلة، أين أفراد يعني عائلة هذا القتيل؟ لماذا لم يثوروا مثل أم إيهاب الوزني؟ هذا يعني إما قبول بأن القتيل يستحق القتل، وإما هنالك حالة من الخنوع والجبن سادت العموم الحالة العراقية، وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن يعني نتجاوز حالة الخوف. أنا لا أنكر وجود ميليشيات، أنا لا أنكر وجود قبضة حديدية ضد الناس، لكن لا يعني هذا أننا نستمر في الظلم منذ عام 2004 وحتى اليوم. هذا يتطلب منا جميعا أن نقف وقفة حقيقية
مع بعضنا بعض سنة وشيعة، عربا وأكرادا ومسيحيين وغيرهم، من أجل أن نصل إلى حالة أم إيهاب الوزني. حينها سنحرج الجميع وسنجد أن هؤلاء هم أضعف الضعفاء، لكنهم حينما لم يجدوا من يقف بوجههم استأسدوا علينا، ونرى هذا الحال الخرب الذي فيه العراق. وبالتالي أعتقد أن الإشكالية الكبرى في الشعب العراقي، نعم، في غالبية أبناء الشعب العراقي. نعم. أستاذ إيناس زايد، من يعني ما هو التوصيف القانوني لما يجري في العراق من قتل لمتظاهرين سلميين أمام أنظار العالم على هذا النحو؟ منذ عام 2003 يتم استهداف الناشطين، يتم استهداف كل من يعارض فساد الحكومة، كل من يعارض الحكومة التي أنتجها المحتل الأمريكي بتعدادها وبأفرادها وبممارساتها وبنتائجها. نعم دكتور سمير، يعني فعليا ما يحدث في العراق وأنت يعني قلتها في بالنسبة لقتل المتظاهرين هي جريمة قتل مكتملة الأركان والعناصر، والقانون العراقي جرمها بطبيعة الحال، ولكن كونها مرتكبة من قبل السلطات أو من قبل ميليشيات دخلت إلى العراق بواسطة السلطة وبموافقتها، فهذا يجعلها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة من قبل السلطة على الشعب بقصد إهلاكه. وهذا الأمر لا يمكن تبريره أبدا، حتى وإن كان في يعني تبريرات متعلقة بالإخلال بالسلم والأمن العام في العراق، لأن هؤلاء المتظاهرين السلميين فعلا لم يقوموا إلا بالتظاهر والاحتجاج على ممارسات وسياسات الدولة التي كانت فعليا تضطهدهم في الأساس، وأي نوع من أنواع الاحتجاج لا يمكن أبدا مجابهته بالعنف، وأنا أقول هنا العنف بمعنى كافة الأفعال التي هي ما دون القتل. أما القتل المباشر والاستهداف المباشر بهذه الطريقة فهو يجعل السلطات العراقية بمواجهة مسؤولية دولية وليس داخلية فقط، وهذا الأمر الذي نطالب فيه كلما طرح ملف العراق أمام المحافل الدولية وخاصة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن هذه الجرائم مسؤولة عنها السلطات العراقية ولا يمكن أبدا التنصل من هذه المسؤولية، على العكس تماما، هذه جريمة لا تخضع للتقادم، ولا يمكن أبدا القول بأن مرور الزمن عليها قد يجعل الأشخاص يفقدون حقهم بالمطالبة بالإنصاف والتعويض أيضا. بالإضافة إلى ذلك فإن كل متضرر جراء هذه الجرائم فيستطيع أن يلجأ إلى القضاء الدولي من أجل المطالبة بهذه الحقوق. وكما يعني تفضل ضيفك الكريم، عندما نتحدث عن مبادرة من قبل أحد أفراد الشعب للمطالبة بهذه الحقوق فهذا سيفتح الباب من أجل مزيد من المطالبات. اليوم قد يكون القضاء العراقي غير يعني منصف أو دعنا نقول يعني غير نزيه ومستقل في مسألة نظر دعاوى ضد الحكومة العراقية أو ضد السلطات أو ضد حتى أفراد معينين من الجيش، ولكن هناك آليات ووسائل دولية من الممكن اللجوء إليها وهذه الوسائل متاحة، ولكن ما علينا سوى جمع الأدلة وتقديمها إلى تلك الجهات. وهذا الأمر بالتحديد الذي نطالب فيه ليس منذ الآن وليس منذ قتل يعني المتظاهرين في الأحداث التي جرت في العراق، ولكن منذ أن يعني بدأت الانتهاكات في العراق على كافة المستويات، سواء على مصعيد القتل أو حتى تهجير المدنيين ومنعهم من العودة إلى منازلهم، أو حتى يعني إفقارهم بالدرجة التي تجعلهم يفتقدون لمتطلبات الحياة الكريمة. طيب يعني أستاذ إيناس، أيضا هناك يعني سنتحدث عن الآليات والوسائل الدولية التي يمكن تقديمها وكيف، ولكن سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي ينضم معي عبر سكايب من عمان، مرحبا بك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، الآن الولايات المتحدة الأمريكية، الاحتلال الأمريكي إلى أي مدى هو مسؤول عن ما يجري في العراق الآن؟ وكل هذه الحكومات هي بإفراز الاحتلال الأمريكي، والناشطون الذين يتم قتلهم في العراق هم
يعني رافضون لهذا النظام السياسي القائم على المحاصصة، وبالتالي لم يلاقوا سوى القتل. أسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهديكم الكرام وفك الأعزاء. من المعلوم تماما أن المتظاهرين يرفضون نظام فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبريطانيا على العراقيين، ولم يكن للعراقيين دور إنشائه، وهو بني على أساس ميليشياوي، بدليل أنه بعد حل الجيش وحل المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق تم تخصيص الميليشيات وتكليفهم بأمر الاحتلال وسلطة الاحتلال بتكوين هذه القوات الحكومية الأمنية التي هي الآن تقتل العراقيين بجميع مسمياتها، سواء ما قلنا أنها قوات تحت وزارة الدفاع أو قوات تحت وزارة الداخلية أو ما جرى من تأطير لميليشيات الحشد الشعبي التي تسوح في البلاد قتلا وإرهابا وإخفاء وعمليات ضد العراقيين، وأجبرت اليوم نحن يوم أمس كنا نستذكر يوم اللاجئ العراقي أو يوم اللاجئ العالمي، العراقيين يعيشون أكثر من 7 مليون عراقي خارج العراق، ما الذي جعل العراقيين يرحلون من بلدانهم سوى أنهم إما قتل أحد ذويهم أو مهددين بالقتل من هذه الميليشيات من أجل التغيير الديمغرافي. المتظاهرون هم يرفضون هذا النظام الذي لم يجلب للعراقيين سوى الخراب وسوى الانتكاسات الأمنية المستمرة وإشاعة الطائفية، وبالتالي أصبح مكشوفاً أمام العراقيين لا مجال لبقاء العملية السياسية. لذلك عندما قلب المتظاهرون الطاولة على النظام الأمريكي الإيراني البريطاني في العراق وعلى أدواتهم تأكيد عملية تواطؤ واضحة في استهداف المتظاهرين من قبل القوات الأمريكية وبالتالي من قبل أيضاً الأمريكان، لأنه اليوم نرى أن هناك ضغطاً دولياً على جميع المفاعل الدولية وسواء حقوق الإنسان وغيرها لا تأخذ دورها، وقد رأيت كيف تم تجاهل أم الشهيد إيهاب الوزني من بعثة الأمم المتحدة في كربلاء، هذا يدلل حقيقة على أن هناك ضوء أخضر في تجاهل مأساة العراقيين، وهذا لولا يملك الولايات المتحدة دورا فيها لما جرى هكذا تجاهل، لأن العراق اليوم ينتهك حقوقه وانتهاكات حقوق الإنسان فيه واسعة وكبيرة، يعني في كل بلدان العالم يجري عمليات محاسبة، عمليات ضخ إعلام كبيرة لانتهاك بسيط لحقوق الإنسان أو انتهاك جسيم. في العراق ترتكب جميع الموبقات التي تؤدي إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بل بالعكس ترتكب انتهاكات للقانون الدولي وقوانين مجلس الأمن الدولي الذي تنص على الإبادة الجماعية والحروب الكبيرة والواسعة التي تستخدم ضد المدنيين. لدينا اغتيال متظاهرين، تطهير عرقي، تهجير ناس، أخذ مناطق، تغيير ديمغرافي، مغيبين، معتقلين، معتقلات، لدينا مقابر جماعية. اليوم نتكلم عن شيء واسع في العراق، لكن هل يوجد هناك تحرك دولي أو مؤسسات دولية حتى لذر الرماد في العيون؟ لا توجد، وهذا بسبب الضغط الأمريكي. لذلك وضعية العراق يأتي تعقيدها بسبب حقيقة الأمريكان هم من يتسيدون الموقف ويسمحون للآخرين بالعبث بأمنه وبمقدراته وللغرباء أن يتحكموا في العراق. نعم أستاذ عبد القادر. دكتور جاسم، الأستاذة إيناس تحدثت عن، وأيضا الأستاذ عبد القادر، أن السلطات مسؤولة بالدرجة الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة بالدرجة الأولى، السلطات في حكومة الكاظمي أيضا مسؤولة بالدرجة الأولى، ولكن لماذا تتواطأ حكومة الكاظمي بقتل المتظاهرين مع الميليشيات؟ ما هي مصلحتها؟ يعني يجب أن لا تحصر حالة بحكومة الكاظمي. طيب، نحن نتحدث عن منذ عام 2011 لحتى حتى جميع الحكومات تقصد. أول من بدأ هذا هو نوري مالكي، هو الذي هدد علانية وقال انتهوا قبل أن تنهوا، وهو الذي استخف بالشعب العراقي وقال أنهم فقاعة، يعني لا أدري كيف هم يعني يتحدثون عن الديمقراطية ويعتبرون الشعب يستهزئون بشعب هم يعني يعتاشون على هذا الشعب، هم لم يقدموا شيئا هم يجبرون الناس على أن يذهبوا لضفة معارضة، يعني لا يوجد ما يشجع على بقاء في الضفة غير معارضة. بالتالي أنا كلامي دائما كلامي أصبه على الجهة الأخرى، نعم،
الجهة المعارضة، الجهة المقابلة للحكومة، وبالتالي القضية لا تتوقف. نكمل الطرف الأول من السؤال ثم نعود. يعني حينما نأتي على الأمر، ربما يعني البداية كانت يعني مؤكد وليس ربما مع حكومة المالكي ثم الحكومات التي جاءت بعدها إلى حكومة عادل عبد المهدي، ثم جيء بالكاظمي والذي يفترض به أن يكون واعيا ولا يدخل نفسه في هذا المطب. هم أدخلوه في نفق مظلم وقالوا له تعال وأوصل العراق إلى مرحلة الانتخابات. لو كان يملك وعيا سياسيا لما وافق على هذه المهمة، لأنها خطيرة وفي ذات الوقت سيسجل التاريخ ضده هذه الانتهاكات الميليشياوية. ولكن على اعتبار أيضاً هو أنه القائد العام لقوات المسلحة ومسؤول وفقا للدستور بضرورة لجم كل قوة خارجة عن إطار القوات المسلحة. إذن دكتور هو مرشح الأحزاب، هو عندما جاء طبعاً هو مرشح للأحزاب. يعني هل تتصور هو مرشح ديمقراطي؟ هل الشعب اختار الكاظمي؟ لا يوجد رئيس وزراء في العراق تم اختياره من قبل الشعب العراقي. فبالتأكيد بالتأكيد أنه سيميل لكفة الجهة التي تقمع المتظاهرين. سيجبر على ذلك. سيجبر شاء أم أبى، هو يفترض به أن ينفذ هذه الإرادة وإلا لا يمكن أن يستمر بالمنصب. وعليه رأينا أن بعض الذين حاولوا أن يقولوا لا لم يعد لهم مكان، إما يعني من المسؤولين إما بالمعتقل أو في خارج العراق. يعني مثلا على سبيل المثال أحمد العلواني، يعني هل أحمد العلواني مجرم وإرهابي إلى هذه الدرجة؟ يعني الرجل جاءت قوة من بغداد تحاول الاعتداء عليه، وفي القانون يحق لكل إنسان أن يدافع عن نفسه، وهو عضو في مجلس النواب العراقي وعنده حصانة. وبالتالي هم أرادوا أن يقلبوا القانون على العلواني لأنه لم يعني يمضي مثل ما يريدون، وبالتالي رتبوا هذا الأمر عليه. واليوم الرجل ربما يعدم وربما يعني سيكون ورقة للتفاوض ما بين الكتل السياسية. هذا من جانب. الجانب الآخر يعني يفترض أستاذ سمير، نحن من عام 2003 لليوم لدينا قوة معارضة. أين نتاج القوى المعارضة؟ ألا يفترض أن يكون هنالك يعني نسمع الآن اتحاد المعارضة العراقي من شخصيات لا نعرفه. بالأمس سمعنا عن حكومة المهجر وقبلها حكومة أخرى. هذا يعني عدم توحد غالبية جهود القوى المعارضة لعملية سياسية. إذن هذا الخلل الموجود في العراق يجب أن يدفعنا نحن كقوة لا تقبل بالحالة السلبية القائمة في العراق أن نتوحد، أن نتسامى على بعض الخلافات. هنالك خلافات من الدرجة الأولى لا يمكن يعني التفاوض عليها، وهنالك خلافات من الدرجة الثانية يمكن أن نغض الطرف عنها على الأقل في هذه المرحلة. وعليه هذا الخلل يفترض أن يكون سببا لأن تذهب القوى المعارضة للتكاتف وللتوحد، ولأن تكون قوة حقيقية موجودة في الخارج، وأن تعلن عن نفسها بشكل يعني ضروري، وإلا فلا يمكن أن يكون لنا مكان في المرحلة القادمة. والمرحلة القادمة لا أقصد عملية سياسية، وإنما أقصد يجب أن نقول للعالم أننا ها هنا، نحن قوة معارضة ونحن لدينا الأهداف الآتية 1 2 3 4. لا يمكن لكل قوة من جهة أن تعلن عن نفسها بأنها قوة معارضة. أنا أقصد تكاتف القوة، تلاحم القوة، اجتماع القوة من أجل أن تكون يعني مجلس قيادة وليس قوة واحدة تعلن عن نفسها على أنها معارضة للحالة السلبية. هذا مجلس القيادة أو مجلس التغيير هو الذي يمكن
أن يسلط عليه الضوء إعلاميا ودوليا، وستضطر الدول الغير راضية عن حالة في العراق أن تقترب منهم، وبالتالي يمكن أن نصل خطوة خطوة إلى مرحلة الدعم، ثم إلى التغيير، ثم إلى الدخول إلى الدخول للداخل ثم إلى التغيير. إذن القضية بحاجة إلى تكاتف، وبحاجة إلى تلاحم، وبحاجة إلى أن نتسامى على عن بعض الخلافات الثانوية الموجودة بين القوى المعارضة. الموقف اليوم كل من مع العراق ضد القتلة هو مع المعارضة، كل من يرفض الحالة السلبية في العراق ولا يطبل للخراب هو مع المعارضة. وبالتالي هذا الأمر يمكن أن يكون منطلق، ويعني يمكن أن يكون بداية لمجلس تغيير قادم في العراق. طبعا أيضا سوف أتحول بسؤال، ولكن بعد أن أسأل أستاذة إيناس زايد سيتحول بسؤال إلى أستاذ عبد القادر نايل بشأن يعني هذه القضية، ويعني طبيعة التكاتف الذي ممكن أن يحصل في ضمن إطار قوى المعارضة من أجل أن تكون هناك يعني نشاطات أكثر فاعلية تقدر أن أو تسهم في تغيير الوضع في العراق، أو تسليط الضوء أكثر على ما يجري من جرائم ضد الشعب العراقي أو ضد الناشطين في التظاهرات. أستاذ إيناس، ما الآليات والوسائل الدولية التي ممكن تقديمها وأن تكون مجدية، أن تجدي نفعا؟ يعني كل ما يجري في العراق من قتل منذ عام 2003 وإلى الآن، تتحدث الكثير من وسائل يعني من وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية والإنسانية والتقارير التي تصدر من منظمة حقوق الإنسان عما يجري من جرائم في العراق، ولكن ترى ما هي الوسائل المجدية التي ممكن أن تسلط الضوء أكثر على ما يجري من جرائم في العراق، وممكن أيضا تسهم في تقديم المتسببين بهذه الجرائم والمرتكبين لهذه الجرائم للمحاكم الدولية؟ نعم، يعني دكتور سمير، مسألة المعاقبة والمحاسبة لكافة المجرمين الحرب الموجودين في العراق هي مسألة يعني لا تأتي بخطوة واحدة، هي مسألة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يجب أن تبدأ من داخل العراق وأيضا بدعم من الخارج. كيف؟ يعني أولا هناك يعني آليات الرصد والتوثيق الموجودة في العراق، وأعتقد بأن هناك العديد من المنظمات التي تمتلك العديد من الأدلة، سواء شهادات حية أو حتى صور أو فيديوهات أو ما يعني يثبت فعليا ارتكاب جرائم حرب في العراق. هذه التقارير أو هذه الأدلة يجب أن توضع في إطار تقرير شامل يقدم إلى إما المحكمة الجنائية الدولية أو المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي هي يعني المختصة في مسألة طرح موضوع محاسبة المجرمين الحرب في العراق إلى مجلس الأمن، أو حتى إذا إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال وجدت أن هناك أسبابا جدية من أجل فتح هذا التحقيق. كنا قد طالبنا كحقوقيين ويعني كمحامين أكثر من مرة بأن تقوم هيئة الأمم المتحدة أو حتى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق أو فريق خبراء من أجل أن يتم أو أن يقوم بتوثيق الانتهاكات التي حدثت وتحدث في العراق، تمهيدا لتقديمها إلى العدالة الدولية كذلك الأمر. ولكن مع الأسف يعني نحن نرى بأن هناك ازدواجية في التعامل من حيث يعني الملف العراقي وملفات أخرى عربية على الساحة. يعني عندما نتحدث عن بعض الدول يكون هناك ردود فعل دولية يعني مكثفة، بينما عندما نتحدث عن انتهاكات أخرى لا يتم أخذها بنفس يعني الحزم أو الجدية المطلوبة. وهذا أمر يعني كنا قد انتقدناه قبل ذلك، ولكن هذا لا يعفي أيضا مسؤولية الجهات الدولية، لأن واجبها بموجب ميثاق الأمم المتحدة هو أن تقوم بحفظ السلام والأمن الدوليين، والتي من ضمنها أيضا ما يحدث في العراق. أما بالنسبة للأشخاص يعني وكما يعني سمعنا بأن هناك إحدى السيدات التي تطالب بالعدالة لابنها الذي تم قتله من ضمن المتظاهرين الذين كانوا يعني يتظاهرون في العراق. هذه السيدة فعليا عند استنفاذها لكافة وسائل التقاضي الداخلي دون وجود أي نتيجة أو دون تحقيق الإنصاف المطلوب،
بإمكانها أن تخاطب الجهات والآليات الدولية، وهذا أمر يعني معروف. هناك لجان ومقررين خواص تابعين للأمم المتحدة من الممكن مخاطبتهم من أجل أن يتم فتح تحقيق في هذه الجريمة، لكون أن القضاء الداخلي العراقي لم ينصف هذه الضحية في هذا الأمر، بالإضافة طبعا إلى المحاكم ذات الاختصاص العالمي أو الدولي، وهذه يعني المحاكم موجودة في بعض الدول الأوروبية مثلا بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، هناك العديد من المحاكم التي تقبل الدعوة من أي شخص موجود في العالم ضد أي شخص موجود في العالم حتى تحاسمه وتحاسبه. وهذه الخطوة حتى وإن كانت رمزية بمعنى أنه قد لا يكون هناك تنفيذ بالعقوبة على إحدى القادة العسكريين على سبيل المثال أو القادة السياسيين الذين أمروا بقتل المتظاهرين، إلى أن هذا المسألة أو هذا الأمر سيشكل قوة ضغط ورأي عام كبيرة، لأنها سابقة قضائية فعليا، وأيضا ستردع أي شخص من الممكن أن يرتكب جرائم مماثلة في المستقبل في العراق من القيام بأمر مماثل. هناك العديد من يعني ما أود أن أقوله أن هناك العديد من الآليات الدولية التي من الممكن اللجوء إليها، ولكنها ليست يعني بخطوة واحدة، يجب أن يتم هناك أو أن يتم اتباع سلسلة من الإجراءات، أولها التوثيق ومن ثم بناء بعض الشراكات وبعض يعني الربط أو التشبيك مع الجهات الخارجية حتى يتم إيصال هذه المستندات والأدلة وفتح أيضا تحقيق خارجي. هكذا يمكننا أن نبدأ يعني بملف التحقيق في العراق ومحاسبة المجرمين في العراق. نعم، شكرا لك أستاذ إيناس. أستاذ عبد القادر النايل، طبعا هذه الجرائم يعني سلط الضوء عليها وسائل الإعلام الوطنية، قوى المعارضة التي ترفض الاحتلال الأمريكي ووسائل الإعلام التابعة لها. ترى من وجهة نظرك، هل ترى أن القوى المعارضة الوطنية بمستوى تحدي مما يجري في العراق الآن من جرائم ضد الشعب العراقي وضد الناشطين تحديدا وضد الرافضين لنظام المحاصصة؟ تماما كما أسلفت لك أن وضعية العراق هي وضعية ربما تكون فريدة من نوعها في العالم، لأن أنك تواجه الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة كبيرة، يمكن أن تكون هناك صعاب كثيرة، لكن إذا ما أخذنا الواقع فإنه قوى المناهضة للاحتلال وللمشروع السياسي والتي توصفونها بالمعارضة حقيقة بذلت جهدا كبيرا في دعم ثوار تشرين، دعم كل التظاهرات، بالتالي وقفت أيضا في وجه كل من يتجاوز عن العراقيين جميعا ولا سيما المتظاهرين في مقدمتهم، لأنهم طليعة مهمة تماما من ساهموا في وعي كبير للشعب العراقي، وبالتالي هم يلعبون على إزاحة هذه الأحزاب الطائفية وميليشياتها بطريقة واضحة، وتحملوا يعني إيذاء أيضا كبير كما تحمل العراقيون. وقد رأيتم ربما أحد أبرز قوى المعارضة والمناهضة الميثاق الوطني العراقي كان له دور كبير في عمليات تنسيق مهمة لقيادة فضح الجريمة المنظمة ضد المتظاهرين، وبالتالي أيضا يعلم المتظاهرين كيف كانت هناك تنسيقات وجهود على مستوى عالي، يعني وصل بهم الحال إلى الحوار المباشر مع فريق متخصص من الأمم المتحدة في نيويورك فضلا عن دول أخرى ومنظمات عالمية. بالتأكيد لعبت قوى المعارضة وبما فيهم الميثاق الوطني العراقي دورا أساسيا في مساندة المتظاهرين، والإعلام كذلك في مقدمتهم قناة الرافدين كانت قد سخرت جميع منصاتها ووسائل إعلامها وساعاتها في مساندة المتظاهرين بطريقة كبيرة تماما. لذلك حقيقة كانت منهم وإليهم، ولم تعمل بأجندات أنها تقرب أحدا من الأطراف في مبتغى أنها تريد ربما جزءا منهم فقط كما حدث ببعض الإعلام الذي يتبع بعض الجهات السياسية. لذلك في رأيي وكباحث أنظر إلى القضية أن قوى المعارضة الحقيقية وإعلامها لعب دورا استراتيجيا، بل هو الذي كان له الفضل في إجبار الآخرين على تناول قضية التظاهرات وعدم تشويه سمعتها، وبالتالي استطاعوا أيضا أن حقيقة يبطلون جميع
من أراد أن يحرف التظاهرات عن مطالبها الحقيقية للمتظاهرين وآرائهم الحقيقية من خلال وجودهم ومن خلال تشجيعهم للخروج على وسائل الإعلام. وكان حقيقة للميثاق الوطني أيضا دورا مهما في إبراز وجوه على جميع وسائل الإعلام الذي استطاع الوصول إليها ومخاطبتها من هؤلاء الناشطين والذين بيّنوا حقيقة الثورة ومبتغاها، على عكس ما بعض الذين تم زجهم من الأحزاب ليقولوا أنها تظاهرات مطلبية وربما أرادوا حقيقة طمس الحقائق بمن يستهدفهم. وقد رأيتم كيف فضحت القبعات الزرق ومن معها في عمليات الاغتيال والقتل وفض الاعتصامات والتظاهرات. وبالتالي هذا الدور حقيقة يأتي في إطار التضييق الدولي وتضييق الدول على التحركات الحقيقية. يعني احنا لا يمكن أن ننكر أن هناك عدم وجود مساحة للتحرك الحر من خلال لأنك أنت لا تعيش، أو ربما بعض وسائل الإعلام أو مواقع قوى المعارضة أو شخصيات المعارضة لا تستطيع العيش في الداخل لأنها استهدفت ويتم استهدافها واستهداف كوادرها. وبالتالي البارزين منهم يجري أيضا عملية عدم وجود حرية الحركة في الدول الذي يقطنون فيها. لذلك لأن مرة ثانية أقول نحن نواجه مشروع أمريكا في العراق ومن معها من الإيرانيين والبريطانيين، نحن لا نواجه شخصيات حزبية ولا هؤلاء الميليشيات. بالتالي قوى المعارضة تواجه دولا، هذه الدول لها إمكانياتها الاقتصادية واللوجستية والأمنية والعسكرية والتخطيط واللعب على كثير من الحبال التي من شأنها تريد بقاء العراق على ما هو عليه ضعيفا. وبالتالي معلوم تماما أن انتصار المعارضة ومشروعها سينهي عملية كل تلك الدول التي وضعت مخالبها في الجسد العراقي وغرست أنيابها وهي تعتاش على الدم واللحم العراقي. نعم دكتور جاسم، بعد فشل الحكومة عن الكشف عن قتلة إيهاب الوزني هناك تحشيدات لتظاهرات واسعة، كيف تتوقع أن يكون شكل هذه التحشيدات أو هذه التظاهرات؟ والله يعني نأمل، يعني بالبداية يعني لدي فكرة عن موضوع المعارضة يعني لم أكملها. يعني يعني قضية المعارضة، هنالك مثلا بعض السياسيين في العملية السياسية يتصورون أنهم هم معارضة بدليل أنهم يخرجون على إعلام ويتكلمون ضد الحكومة، وهذا الأمر فيه جانب إيجابي بسيط جدا، لكن طالما هم مستمرون ضمن هذا الإطار هنا تكون الكارثة وهنا يكون الخلل. لأنهم لو كانوا ضمن عملية سياسية ونجحوا في التغيير ممكن أن يعني نلتمس لهم العذر. وماذا قدمت العملية السياسية؟ نعم، لكن حينما يكونون هم شهود زور على هذه العملية السياسية وهم جزء منها وفي ذات وقت يريدون أن يخدعوا بعض العراقيين على أنهم معارضة، بالضبط هذا الكلام خطير جدا. مثلا محمود المشهداني قبل 3 أيام تحدث قال إن رئيس الوزراء اجتمع بالقيادات السنية، رئيس البرلمان الأسبق قال إنه مصطفى الكاظمي اجتمع بالقيادات السنية وقال لهم كلاما كارثيا عن مصير المغيبين. حينما طلبت منه المذيعة أن يقول هذا الكلام قال لا أنا لا أقول هذا الكلام، ليخرج رئيس الحكومة ويقول هذا الكلام للعراقيين. تخيل حتى كلمة أن هؤلاء غدروا من قبل القوى الشريرة لا يريد أن يقول هذه الكلمة حتى يبقى في المنطقة الآمنة. الآمنة له؟ الآمنة له ولمكتسباته هو ولمن يسير بهذا الطريق. هنالك كارثة حقيقية أن قضية اللعب بالمشاعر الوطنية أو طيب. بالأهداف الوطنية طيب. هذه اليوم هي مؤامرة واضح. على العراقيين، يعني تستمر المصالح الحزبية والشخصية بغلاف وطني، وهذه إشكالية كبيرة كما يفعلها الطرف الثاني مع يعني مع الجماهير الشيعية. يعني المحصلة عمليات قتل الناشطين مستمرة، الواقع العراقي المتدهور مستمر في تدهوره، هناك تحشيدات
لتظاهرات واسعة، تتوقع ربما أن تأتي هذه التحشيدات بنتائج يعني مغايرة ومخالفة للتوقعات، وخصوصا مع استمرار إصرار الحكومة على التغاضي عن قتلة المتظاهرين؟ أنا أتمنى أن تكون الثورات القادمة ثورة أمهات الشهداء مثل ما حصلت لأم إيهاب. نعم. أنا أطلب من كل أم شهيد إن كانت قادرة فلتخرج على قدميها، إن لم تكن قادرة فلتخرج على يعني كرسي متحرك. بالنتيجة يجب أن تخرج جميع أمهات الشهداء للمظاهرات، لتكن يعني بدل ثورة تشرين لتكن ثورة أمهات الشهداء. لا يمكن الأم هي نبع الحنان، يأتي و يعني مجرم قاتل إرهابي بلحظة واحدة يقتل طفلها الذي يعني سهرت عليه الليالي وحتى يكون شابا يافعا، ويأتي شاب مستهتر لا يخاف لا من الله ولا من القانون ولا من الدولة ويقتل هذا الشاب برمشة عين وينهي القضية. أين هذا الأمر؟ وبالتالي نحن بحاجة إلى ثورة أمهات الشهداء. هذه الثورة هي التي تدفع العراقيين جميعا للخروج مع النساء. لماذا؟ لأن العراقيين يمتلكون من الغيرة ما لا يمتلكها إلا القليل من شعوب العالم، وبالتالي هذه الثورة هذا يعني التعاطف الشعبي سيكون كبيرا حينما يرون الأمهات يخرجن إلى 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 ساحات التظاهر في الديوانية، في كربلاء، في النجف، في بغداد، في ديالى، في كل محافظة على حدة. حينها سترى أن الألوف المؤلفة من العراقيين سيخرجون للتضامن مع الأمهات. أما حينما نسكت ونخاف ونصمت والرعب والخوف يملأ المكان، فلا أعتقد أنه هذه الحالة يمكن أن تغير يعني لا هذه المظاهرات ولا غيرها. يجب أن تكون المظاهرات القادمة مدروسة بدليل أم إيهاب الوزن، امرأة واحدة. تخيل معي أستاذ سمير، لو أنه في كل محافظة مثلا في الديوانية 20 أم شهيد، في ديالة لدينا آلاف الشهداء مثلا 500 أم شهيد تكون في المظاهرة، في كركوك، في صلاح الدين، في الموصل، في الأنبار، وبالتالي نحن نتحدث عن ضغط شعبي حقيقي يتلاحم معه كل عراقيين. علينا يعني أنا أدعو هنا الخطباء، العلماء، الوجهاء، شيوخ العشائر أن يدفعوا بهذا الاتجاه، لأننا يجب أن نتكاتف. من يحب العراق عليه أن يدعو إلى ثورة أمهات الشهداء. لا نريد مزيدا من الشهداء، لا نريد مزيدا من الضحايا. كفى ظلما لأمهات العراقيين، كفى ظلما للعائلة العراقية، كفى ظلما للشعب العراقي. والله ستستمر هذه الحالة من القتل والخراب طالما استمر هذا السكوت والخنوع والقبول. سينتهي هذا القتل والإرهاب والدمار حينما نصرخ جميعا صرخة واحدة، لا أقول 100% من العراقيين، ليكن 50% من العراقيين هذا يكفي. وبالتالي حينما يتكاتف 50% من العراقيين يمكن أن تقود ثورة أمهات الشهداء إلى التغيير القادم. وأنا هنا لا أدعو، طالما كررت هذا الأمر، لا أدعو إلى ثورة مسلحة، وإنما أدعو إلى ثورة سلمية تقلب المشهد غير الصحي الموجود في العراق، وإلا فستستمر الحالة سواء خرجوا بمظاهرات حاشدة أم غير حاشدة، لأن القوى الشريرة مستعدة لأن تبطش بهم ثانية. إذن علينا أن نشجع ثورة أمهات الشهداء ليتكاتف كل عراقيين مع الأمهات، وحينها سترى خلال أقل من شهرين أن الواقع العراقي الشعبي والرسمي والأمني والسياسي سينقلب بشكل مختلف، حتى أننا يمكن لا نصل حتى إلى قضية الانتخابات، وبالتالي يمكن أن نكون قد وصلنا إلى مرحلة تكون بداية التغيير المرتقب في العراق. شكرا لضيفي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيوفي الكرام الأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية كانت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا لك يا أستاذة إيناس.
ونشكرك أيضا شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من عمان عبر سكايب. شكرا لك أستاذ عبد القادر. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام وفي أمان الله.